أشكر منتدى شارقة للتطوير لإعطائي هذه الفرصة للحديث عن شغفي بالكتب عامة وبالكتابة مؤخرا وبالنتائج التي جاءت من حبي للكتاب أو للكتب. طبعا أنا تربيت في إمارة الشارقة وهي عاصمة الثقافة سواء كان على مستوى دولة الإمارات أو العالم العربي، ليكونها عاصمة الثقافة للعالم العربي في 1998. تربيت في مكتبة، معظم الوقت كنت يعني لما أتذكر الحين في مكتبات، مكتبة يدي الله يرحمه إبراهيم بن محمد المدفع، كانت يمكن أكثر مكتبة تعلمت فيها حب القراءة، قراءة كتب من مغامرات للمغامرين الخمسة وغيرهم. أذكر أني كنت أيضا أقرأ لأنيس منصور كتب الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء، كانت تشعل الخيال وتساعدني على أني أعيش حياة مختلفة عن الحياة اللي أنا أعيشها. حبي لهذه الكتب أدى إلى حبي أيضاً للأفلام. أذكر في 1977 كانوا منزلين التريلر اللي هو اللي احنا نسميه سامبل في تلفزيون دبي 33. من يتذكر تلفزيون دبي 33؟ يبان عليكم عمركم على طول يوم تقولون أنكم تعرفون. كانوا حاطين التريلر مال ستار وورز، لين الحين أذكر شعوري لما شفت لوك سكاي ووكر وهو ماسك الأميرة ليا وياخذها على الحبل مثل طرزان لما ينتقلون مكان مكان. ولذلك طبعا أول صورة حطيتها هي لستار وورز، ولو أن أنا غشيت شوي ما ملاقي ستار وورز الأصلي، حطيت ستار وورز اللي هو أوف شوت منها. الكتب اللي على اليسار هذا يعني في ناس يحبون يشوفون، سوري يعني حق الثنتين اللي جالسين هنا، جواتي وشنط. انا احب هالمنظر اللي على اليسار، وايد احبه، ما اعرف شو اسوي به. وايد احبه لدرجه ان عيالي لما ادخل مول، طبعا يمكنوا اصغر شوي، يوم يشوفون مكتبه يقولون خذوها من هناك خذوها من هناك عشان ما تشوف المكتبه، وشي يسوي لي عشان ما ادخل المكتبه وانساهم تماما. حبي للكتب أدى إلى أن أربي عيالي على حب القراءة والكتب. أكثر شيء حبيته كان الساينس فيكشن اللي هو الخيال العلمي. الخيال العلمي ما يرتكز حول التقنيات العالية، ما يرتكز حول الكواكب والإيليانز. الخيال العلمي يرتكز حول نفس الشيء اللي ترتكز عليه كل كتب الأدب اللي موجودة في العالم، وهي الإنسان والصراع بين الخير والشر. It's that in a nutshell. ملخص لكل ما هو موجود في الأنماط الأدب. ولذلك عيالي لما كبروا صاروا يستلفون كتب من مكتبتي، للأسف الشديد كلها كانت باللغة الإنجليزية، وللأسف الشديد معظمها كانت إما ساينس فيكشن أو فانتسي اللي هي الفانتازيا، واللي هي طبعاً ما موجودة بكثرة في العالم العربي، ولو أنها هي موجودة يعني لكن عددها قليل جداً، عندنا عجز كبير في هذا المجال. فكرت أن عيب أن عيالي بس يقرؤون بالكتب الإنجليزية، خلني أخليهم يقرؤون العربي. طيب رحت دورت على كتب لليافعين لأن كانوا عيالي كبار في الفترة هذه، للأسف ما لقيت كتب باللغة العربية بالطريقة اللي هي موجودة باللغة الإنجليزية، يعني القصص أو المغامرات اللي تجتذبهم، وما في حق اليافعين بمعنى كتب لليافعين. شجعوني اللي حولي أني أكتب من نفسي. طبعا انا في حياتي ما تخيلت ان انا بكون كاتبه في يوم من الايام، لكن حاولت، مريت بصعوبات، مريت بعراقيل، اولها ان انا ضعيفه في اللغه العربيه اصلا، يمكن لغتي الانجليزيه شوي افضل لان كنت اقرا لمده 33 سنه فقط باللغه الانجليزيه. انتهيت طبعا من كتابه الروايه، سميتها اجوان، انتهيت منها في ابريل 2011. حاولت أني ألاقي دور نشر، كانت وايد صعبة، لكن في النهاية الحمد لله نهضت مصر وهي دار نشر مصرية، قبلت بالمسودة، وأيضا في نفس الوقت قبلت بالغلاف، والغلاف أيضا من تصميم إباراتية الأخت مي الضباح، إنسانة مبدعة، هي أول وحدة راوتني شو شكل أجوان. أنا صراحة ما أعرف شو شكل أجوان،
كنت أوصفها لكن ما أعرف شكلها. طبعاً هنا ما تشوفون غير جزء بسيط جداً من وش من وجهها. وهنا التحدي الثاني اللي هي إيجاد رسامين أو فنانين يعني نقدر أن نتعاون ياهم نحن ككتاب حتى يظهرون كتبنا. أجوان الحمد لله تم إصدارها أو تدشينها في معرض الشارقة للكتاب المعرض الدولي في نوفمبر، ولقت يعني بخبركم بعدين شو هالسالفة. لاقت استحسان يعني من الجمهور، كان في أيضا مقابلات في الجرائد. هذه أجوان، هذه أجوان في النص، ما بأجوان بس هي يعني طبعا موديل، حبينا ان احنا نسويها كجيمك، ما اعرف شو بالضبط شو يسمونها باللغه العربيه، لكنها اجتذبت بعض الناس للمكان اللي كنت اتوقع فيها الكتاب، وكانوا حابين وجودها لان لبسناها عدسات زرقاء. الكتاب خلصت الطبعه الاولى، طلعت الطبعه الثانيه، موجوده برا اذا حابين انكم تشترونها. شكرا. الروايه من 420 صفحه لكنها الجزء الأول، أنا الحين حالياً أكتب الجزء الثاني. طبعاً تتساءلون شو يخص الكتاب في الموضوع، إحنا نتكلم عن المشاريع. أنا في حياتي ما ابتديت مشروع وأكملته، لكن هذا مشروع أكملته. المشروع الأول اللي ما أكملته كان عندي مكتب ترجمة قانونية، كنت أنا اللي أترجم وأنا اللي أديره، وأنا تقريباً السكرتيرة وأنا اللي أسوي العلاقات العامة، كان وايد صعب علي، كان في منتصف التسعينات وما قدرت أني أكمله. لكن الصعوبات اللي واجهتها وأنا أكتب أو أنا أحاول أني أجد دار نشر لأجوان، خلتني أفكر مين غيري أيضاً عنده نمط أدبي نادر يصعب على دور النشر أنها تخاطر بأنها تنشره. أكيد كثيرين، لأن الخيال العلمي والفانتازيا ناخذ عنهم فكرة سيئة أنهم هم فقط عن الخيال العلمي، فقط عن المخلوقات الفضائية أو الكواكب أو التقنيات العالية، ولذلك ما حد يخاطر أنه يعني ينشر هذه الكتب، وبالتالي تظل عندنا عجز كبير في حب العلم. احنا في العالم العربي نبحث عن الخيال، نبحث عن الاختراعات العلمية ونبحث عن البحوث والدراسات، لكن لو نفكر شوي كيف بدأت في الغرب، بدأت بخيال، بدأت بفكرة. الأجهزة اللي موجودة حولنا ومن ضمنها طبعا هذه الشاشة كانت في يوم من الأيام خيال علمي، وبعدين يمكن الطفل اللي قرأ عنها في كتاب كبر درس فيزياء، درس رياضيات، درس كيمياء، وبعدين قرر أنه يفكر أنه يحولها إلى حقيقة. لو يبتدون أطفالنا يقرؤون الخيال العلمي ويصيبهم نفس الشغف اللي صابني طبعاً وغيري، يمكن يبتدون أنهم يهتمون بالعلم. المشروع اللي خطر في بالي أنه بيكون طبعاً بتشجيع من الأخوات، خطر في بالي أنه بيكون يمكن مشروع ناجح إن شاء الله إذا أعطيته وقتي وإذا استخدمت فيه خبرة الناس اللي حولي، هو أن يكون عندي دار نشر. دار النشر بتكون متخصصة أكثر شيء في تبني الأنماط الأدبية النادرة مثل الخيال العلمي ومثل الفانتازيا. قيس صدقي جالس يطالع لي ويقول أنت تبغين تنافسين بيج فليب؟ ما بنافس بيج فليب. أيضا اللي حابة أن يكون في دار النشر هذه الجرافيك نوفلز بتكون باللغة العربية، ويكون في ترجمة أيضاً من اللغة الإنجليزية أو أي لغات أخرى إلى اللغة العربية، لأن لو كل شخص فينا حاول أن يكتب قصة خيال علمي أو فانتازيا أو حتى رواية مغامرات لليافعين، بعد ما نقدر نغطي هذا العجز الكبير في العالم العربي. ولذلك من الضروري أن نبدأ بأن نترجم من اللغة الإنجليزية، يزدادون القراء وبالتالي يزدادون الكتاب. دار النشر حبيت أني أنا أطلقها اليوم وأني أشارككم في قصة إطلاقها. مين منكم شاف فيلم أنتونيو بانديراس اللي اسمه The 13th Warrior، اللي هو العربي اللي قابل الفايكينجز؟ The 13th Warrior فيلم هوليوود، لكن الأساس النوفل ماخوذ من قصة لكاتب أمريكي اسمه مايكل كرايتن.
اللي هو طبعا كتب جوراسيك بارك، الناس كلهم يعرفون جوراسيك بارك، وكتب كتب كثيرة. الجميل في مايكل كرايتن أن كتبه خيالية لكنها مبنية على حقائق علمية، لدرجة أن لما تفتحون الصفحات الأخيرة تلاقون صفحتين إلى ثلاث صفحات يكون حاط البيبيوغرافي الرفرنسز مراجعه العلمية اللي استند لها لما كتب قصة خيالية. من الصفحات من الكتب اللي هو استند عليها مخطوطة قديمة جدا من القرن العاشر لرحالة عربي اسمه أحمد بن فضلان البغدادي. أحمد بن فضلان البغدادي كان السفير أو خلينا نسميه السفير الذي أرسله الخليفة المقتدر بالله من بغداد إلى بلد البلغار، أعتقد أنها كانت في وسط آسيا، يمكن تتارستان أو واحدة من هالأماكن. وفي طريقه من بغداد إلى هذه المنطقة قابل ثقافات كثيرة وقابل شعوب وشافهم وسجل رحلته في هذه المخطوطة التي بقيت حتى الآن، وهذه المخطوطة موجودة في متحف تركي، واسمها MS5229، ولذلك قررت أني أسميها مخطوطة 5229. هذه دار النشر. الصورة اللي قبلها كانت، اسمحوا لي أنا مو بوايد شاطرة في البرزنتيشنز، الصورة اللي قبلها كانت بأني أنا خذيت المخطوطة نفسها. طبعا أنا أبغيكم تعرفون، طبعا يعرفون الأخوات اللي قدام، أن I couldn't draw to save my own life، ما عندي القدرة لا على الرسم ولا على التلوين ولا على التصميم ولا أي شيء. لكن في يوم جمعة مقدس جدا بالنسبة ليوم الجمعة، في يوم جمعة هادئ جدا قضيت ساعة خذيت قص ولز مثل ما يقولون من المخطوطة الأصلية نفسها، ميم وخاء وطاء وواو وتاء مربوطة وخمسة اثنين اثنين تسعة، حتى التسعة ما خمسة ما لقيتها، قمت قصيت التسعة حولتها إلى خمسة وتحولت إلى هذا اللوجو اللي أطلقه اليوم إن شاء الله. اللي حابة أن أدعو الجميع إذا كانت عندهم فكرة كتاب أنا ممكن أساعدهم فيها، أنا عندهم مسودة أصلاً جاهزة ممكن أني أنا أراجعها معاهم، وأن تتحول إلى حقيقة مثل ما تحولت مخطوطة قديمة من القرن العاشر إلى فيلم هوليوود. هذا بعد من عمل الأخت مي الضباح. أشكركم جميعاً على الاستماع، ولا تنسون موجودة الطريقة اللي توصل فيها أحلامكم إلى حقيقة.